تواصل المحكمة العسكرية بالرباط محاكمة المعتقلين الصحراويين مجموعة إقدم إزك، وقد دخلت المحاكمة مرحلتها الأخيرة وسط تمسك المعتقلين الصحراويين ببطلان محاكمتهم ونفي التهم الملفقة المنسوبة إليهم. دخلت محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة إقدم إزك مرحلتها الأخيرة بعد 5 أيام. بدأ الدفاع بتقديم دفعات شكلية تعلقت بالكشف عن هوية شهود الإثبات الذين استدعتهم النيابة العامة، وأخرى تتعلق باختصاص المحكمة من عدمه، خاصة وأن الدستور المغربي يمنع وجود محاكم استثنائية. أقوال المعتقلين 24 ذهبت جميعها إلى نفي التهم الموجهة إليهم، مذكرين بمواقفهم السياسية المؤيدة لجبهة البوليساريو. لكن الملفت في أقوال المعتقلين هو اتهام 4 منهم المحققين باغتصابهم، مبدين استعدادهم لإجراء خبرات طبية للتأكد من تلك المزاعم. وبعد تأجيله الاستماع إلى شهود الإثبات إلى يوم الأربعاء، عاد قاضي المحكمة العسكرية إلى إلغاء الاستماع إلى باقي الشهود، بعد أن أكد أحدهم وهو إطفائي مغربي كان رفقة السائق سيارة إسعاف أثناء تدخل العسكر لتفكيك مخيم إقدم إزك بأنه لم يرى عنفا من طرف المدنيين ولا قتلى، ولم يكن في وضع يسمح له بالتعرف على الأفراد لأن أغلبهم كان ملثما. واستأنفت المحكمة جلساتها نهار اليوم الخميس بالاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، فيما ينتظر أن تصدر أحكامها بحق المتهمين يوم غد الجمعة. وتتواصل المظاهرات المتضامنة مع المعتقلين التي تنظمها عائلاتهم وتنسيقية الإطارات الحقوقية خارج المحكمة على الرغم من الأمطار واستفزاز البلطجية. منادين الشعب كامل والمنظمات الحقوقية والدولية على أن توقف مع أبنائنا، مع أن السلطات المغربية دخلت علينا بشكل همجي. إحنا ندوا بهذا التدخل ونقول لهم علينهم مهما عدلوا يحبسوا والله يختطفوا والله يقتلوا مع أولادنا، رانا نتسموا معهم ولا بديل لا بديل، والدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. بمدينة العيون المحتلة حل يوم الاثنين الماضي مدير قسم الاتصال والشؤون السياسية بالسفارة البريطانية بالرباط هيو كليري، حيث التقى مع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومنظمات أخرى. وتناولت تلك اللقاءات عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ومسألة الثروات الطبيعية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب. وتأتي زيارة المسؤول البريطاني أياما قبل زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إلى لندن، حيث سيتباحث مع المسؤولين هناك حول سبل تسريع حل النزاع حول الإقليم.